best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. Who is the greatest player in the world right now? Neymar, Iniesta, Xavi, Cristiano, El Barcelona, Ribery, Robert. Not one. هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويغسل من أشقائه الكبار ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وإكبارا ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة الله على الظروف يا ميسي نشكرها جميعنا لأننا أنجبت ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم